بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج، ومع الحلقة الأولى من مسلسل دماغ المتداول نأخذكم في رحلة استكشافية من داخل عقل متداول لنعرف كيف يفكر هذا المتداول أثناء التداول. مسلسل عبارة عن حلقات متوالية، تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك حتى يصلكم منا كل جديد. الأسهم، العملات، السلع، سوق الأسهم أصبح كازينو عملاق، حيث يقوم المتداولون بالبيع والشراء دون توقف، ومع كل صفقة يبقى الهدف هو نفسه، الهدف هو جني وربح الأموال في نظام يتم التداول فيه بملايين الدولارات يوميا، وأي قرار قد يؤدي إلى مكسب كبير أو خسارة فادحة خلال بضع ثواني. هذه المخاطرة المستمرة تضع المتداول دائما تحت ضغط نفسي مستمر ومشاعر سلبية. طبعا عواطفنا ومشاعرنا المختلفة لديها تأثير على طريقة التداول اللي احنا بنتداول بيها. التداول تقريبا كله بيعتمد على الحالة النفسية للمتداول، لان احنا بطبعنا دايما بنخاف من الخسارة ودايما عايزين نجني الكثير من الاموال. طبعا على المستوى العالمي تداول ملايين من الدولارات في السوق امر مرهق جدا، ويؤثر اكيد على نفسيتك انت كمتداول وأنت تتداول بمبلغ بسيط، يعني أنت عامل زي السمكة الصغيرة في وسط الحيتان. لما تكون بتتداول أخي المتداول خلي بالك، أنت بتكون كأنك واقع تحت تأثير المخدر، ومن خلال علم جديد اسمه الاقتصاد العصبي يمكننا دراسة أسباب هذه القرارات اللي المتداول بياخدها خلال ثواني معدودة بالبيع أو الشراء. وهذا هو الموضوع الأساسي للمسلسل، الرحلة داخل دماغ المتداول عشان نعرف إزاي عقله بياخد القرار اللي في النهاية ممكن يؤدي بيه إنه يصبح في ثواني غني أو إنه يخسر كل رأس ماله. من خلال هذا المسلسل سوف نعرف هل بإمكان الهرمونات والمشاعر التأثير على وضوح القرارات عند المتداول، وفي النهاية هنعرف ان ممكن تكون الخسارة والركود الاقتصادي ده بيكون نتيجة لمجموعة من القرارات اللا عقلانية. هنعرف من خلال هذا المسلسل هل الجانب البشري هو الحلقة الأضعف في العالم الاقتصادي اللي بيكون فيه الجانب البشري حلقة من حلقات هذا الاقتصاد. تابعونا في حلقات مسلسل تريدينج ميند دماغ المتداول من داخل عقل متداول، وإلى أن نلتقي بكم مع الحلقة الثانية لكم خالص تحياتي مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.